إشي بشهي عالخفيف وأحلى عالم نستضيف لندردش سوا وندوق أكل مرتب حتى نروح أحلى شيف وأحلى ضيف ببرنامجنا عالخفيف. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامجكم الرمضاني عالخفيف. اليوم معنا مذيعتين أو مذيعة وشيف اللي هي الإعلامية ريم شحروري والشيف غادة. لا انت ما كان مجدك جد. شوفوا احكي لكم شيء، انا متعوده دائما اكون المذيعه فحاولت اني شوي اخذ مكانكم عشان افوت شوي بالمود قبل ما نكون انت عم تحكي وانا غدا نطلع ايش بالنسبه اخذت مكاننا شايفه على الخفيف على الخفيف. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، وعن جد انا سعيده جدا بوجودي معكم لليوم كونه لاول. ثانك يو والله ثانك يو. ورمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين. أكرم الله يسعدك. طيب شو حضرنا اليوم؟ شو محضرت؟ أنت بدك تقولي. شوفوا أنا حاسة في إشي غريب. أول شيء الأكلة مش عربية. أوكي أكيد حسيت مش عربية. ثاني شيء الأكلة جدا غريبة، عم بحاول أعرف شو هي، ما عم تزبط معك ريم، حاولي تشوفي. الوصفة الأولى كانت شوي محيرة لأنه في شوية مكونات ناقصة. هلا بدي أورجيك إياها، ممكن إنها تحزري من خلالها. عندنا مكون من دلمونتي، عندنا الحبش المدخن، وعندنا التركي المدخن، وعندنا الروست بيف يعني المدخن. على أساس إنك ساعدتيها هي يعني لا يعني ممكن ساعدت لاحظت. يا ستي راح أسوي لكم مقبلات إيطالية بأكواب جبنة البارميجانو، ورح نحشيها بلبنة المراعي مع الكولد كات من دلمونتي. هيك انت حمست المشاهدين، خصوصا انه رمضان فهلأ تشهوا. ايوه وانا من الناس اللي برمضان لما اشوف اشي زي هيك يعني خلص الماكسيمم. طيب هلأ بدي اورجيكي بس كيف بدنا نساوي السلات. شوفي الفن هلا. وبدنا نفتح الكولد كاتس عشان نبدا بالحشي. احنا هنخليك تساعد هلا لها. استني هلا ما بتساعدي. شوف الحلقه رح تنصدم انه انا ممكن اكون على المطبخ شوي. ما تقولي لي ما الك على المطبخ. لا الي 50-50 مش كثير يعني. طب وين البلاش؟ الحمد لله يعني مشغوله بالاعلام والشغل. شوفوا الواحد، وانتم عارفين اكثر، الواحد لما يدخل بمجال الاعلام حياته كلها بتصير تتغير. بالضبط يعني ما في وقت اصلا لحاله. بتجنن رهاف ما شاء الله عنها، متمكنة، راكزة، هادية، واثقة من نفسها. بيعجبني هذا الشيء بالصبايا صراحة. هون عشان بدي أساوي اللبنة كأنها كريمة. هلأ هيك يا رهف وريم راح أحط جبنة البارميجانو على القلاية عشان أعمل الشكل اللي أنتوا شايفينه هذا. أوكي هلا احنا بهاي رح تطلع هاي رح تطلع هيك. اوكي هلا هاي جبنة البارميجانو مبشوره ناعم رح احطها على القلايه، رح تبدا انها تدوب ورح اخليها لحد ما احس انه تغير لونها. اوكي مش يضل لونها ابيض. اوكي شايف كيف عم بتصير؟ كانت عباره عن بشر بالضبط. شوفي قد ايه فيها دهون. طب هل في نوع ثاني جبنه ممكن ينعمل بنفس الطريقه؟ صراحه ما جربت اقول لك مزبوط. هلا رح اقيمها واتركها بس تبرد يعني هيك ثواني بس يهدى الغليان هذا حتى اقدر اتحكم فيها، وبحطها على الكاسه بالطريقه هاي. الريحه بتشهي طبعا. ريحه البرمجان هيك خلص خليها بس ثواني وبتكون اخذت الشكل اللي احنا بدنا اياه. رهف شو الاكل اللي انت بتحبيه اكثر شيء؟ شوفي انا الي بالكبسه، الي بالمقلوبه، الي بالمنسف. رغم انه مش كثير مبين بس انه في ناس راح تقول لا ابدا بنصدموا الناس انه كيف يعني هاي الاكلات بتحبيها ولا بتنطبخ وهيك. سبحان الله. وبدها وقفه بدها واقفة. هي هاي الشغلات يعني الواحد بيبدع فيها يوم الجمعة سبت. يوم الأوف اللي عنده أكيد فاضي بالضبط بدها روقان.
هلا ايش حطيتي غدا؟ هاي اللبنه هلا هيك صارت جاهزه. واو ابداع. هاي خلص نقيمها. هلا رح نبدا نحط اللبنه جوا السلات. يعني لو ما قلتي انها جبنه مستحيل حدا يقول اعتذار انها جبنه. عن جد؟ وهي لو ما قلت انها لبنه حفكرها كريمه. يلا قديه خدع صغار شفتي بالضبط. واحنا صغار قديه كنا نشوف مثلا هذا المنظر التكنيك اللي بيعملوه قديه ممكن يكون صعب. صح. لمحه بصر بيعملوه كله مع التدريب والتعليم والممارسه كلياته بصير. هلا هون خلصنا هاي بدنا وين بس احط هاي بدل هاي. اوكي تعطيني صحن بلا رهاف بعد اذنك وسكينه. هلا رح ناخذ قطعه من التركي. هلا هذا كنوع من الاكل يصنف من مثلا فطور عشاء إيه هذا مقبلات. مقبلات مقبلات ايطاليه صح؟ هذا ايطاليه. لنشوف هالمقبلات اذا بتفتح النفس ولا لا. طبعا احنا نفسنا مفتوح. صيام مش صيام في دائما شهيه للاكل. ريم من الريح احنا جوعنا. ما تحكي لي انا دائما بس اكون مع غاده وتقعد تعمل الاكل بعدين اكلاتها مبينين بشهوه صراحه. والله بدون مجامله حبيبتي. هلا بس يقدم وتذوقي شوفي المنظر. والله اي مدوجي. هلا خليكي هيك شوفي. واو 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 شوفي ما احلى. واو هاي المقبلات مثل الوردة. عن جد ناخذ برضه الروست بيف او ممكن اسويها هيك. شرحت الليمون لانه بالبلد الليمون. وهيك يا رهف خلصت هاي الوصفة بالسرعة اللي انت شايفيتها. وبس بدنا هلا شو نروح للوصفه الثانيه يا رب عشان سريها. يلا يلا طيب يا رهف ايش الوصفه؟ وصفة اشي زاكي كثير. اهم اشي فيه نوتيلا. انا بحب النوتيلا. بحب النوتيلا كثير. طيب عندنا طحين فانيلا بيض وشوكولاتة الدهن كيكة او كوكيز. برافو عليكي. طيب شكولة. اول شيء رح نضيف الشوكولاتة الدهن ورح نضيف عليها البيضة ونحركها طبعا مع الفانيلا عشان البيض وبس يتحركوا معنا منيح ويندمجوا مع بعض. رح نضيف عليهم الطحين بالتدريج. ايش اكثر شيء بالحلو بتحبيه؟ ايش وصفتك المفضله؟ كوكيز، تشيز كيك؟ بتعرفي وصفه الشبانت؟ بودنج الشبانت. في شخي كثير زاكي. انا ما بعرف صراحه بسمع فيها صراحه. يعني هي صار لها فتره. ايش يعني؟ ايش مين؟ لبن. لبن. قولي الصراحة انا ما عملتها. ماما دايما بتعملها. اسألي لي الماما. هي ماما دايما بتفوتني على المطبخ اجباري. فماما اللي بتعمله صراحة اسمه شمينت بودنج شمينت وبودنج نوتيلا برضه. وكمان رح احليكم شيء زياده غير البسكوت اللي رح اسويه. عندنا خبز امي بيعمل برمضان وبغير رمضان نكهات كثير طيبه وخصوصا برمضان منزل نكهات كثير زاكيه. هاي ساده ممكن ساده حلو فممكن يعني نحشيها بالنوتيلا او اي شيء حلو ممكن انت بتحبي. طعمتها سادة حلو. طعمتها سادة حلو وفي كمان سادة مالح زي الرغيف بيكون زي الرغيف العادي بتاكلي عادي مع زيت وزعتر. شكله بذكرني برفتوتي. هو زيه. زيه برفتوت فعليا. هي هيك صار عندنا جاهز. الوصفة الثانية هي فعليا كمان هيك خفيفة ظريفة
ومقاديرها يدوب يعني ثلاث مقادير وبتخلص. طب ايش اسمها هاي الوصفه؟ هاي اسمها بسكوت بالشوكولاته. طبعا انت ضحكتي علي على الوصفه اللي قبل وما حكيت شو اسمها. كان اسمها سلات البرمجانو بالمرتديل. طبعا لانه انت فتره الصيام بيكونش في طاقه، الواحد بيصير جسمه بده سكر لحتى يصير عنده طاقه يقدر يكمل فيها الباقي النهار. اه بس ما قلتي لي شو اعمل. هلا بدي اورجيك شو فكرك، قولي لي شو ممكن تعملي. اسالي رهف مش تساليني انا. رهف رهف يعني امينك. رح اسويها كرات. شو رح تسوي فيهم؟ استني المهم خيرين، يا حاعملها هيك صح يا حاعملها هيك يا حاعملها هيك. ايش بدك اعملها؟ او انه مثلا والله بس اجي اقول لك، والله بس اجي اقول لما الفها قلت اعمل اه هيك كعكه بعجوه صار. لا 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 طلعي هيك. وبعدين هاي ليش انا عملت هالحفره؟ يعني هلا اذا بنعملها هيك حزبه. لا 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 بقول لك لو بتصير كعكه بعجوه. منقشه هذا ستايله احلى كونه هيك بس. لا ما يمكن مو عارفه ليش انا عملت هاي الفتحه، عشان يكون تحطي فيها مثلا لوز جوز. لا لا نفس الشوكولاته، الشوكولاته الدهن راح احطها فيها بس للاخر الفرن. انزلها غدا؟ لا خليها شوي عشان على الاخر واصله يعني وصل كمان شوي صغيره. ايوه بس يلا تعالي. شكلها ما قلتيش بالمطبخ. لا انا بالحلو ما لي، انسي الموضوع. لا 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 الحلو انسي الموضوع. طبايخ حلو لا مش كثير. يلا تعالي انت هاتي دورك. فعليا انتم جايبين اسم البرنامج على المقادير والوصفات اللي عم تعملوها، انه كثير بسيطه وبتاخذ وقت يعني خصوصا لرمضان وقتها كثير صغير. طب لو ما كنت اعلاميه شو ممكن كنت تكوني؟ شوفي على موضوع قلت لك على دراستي، انا دراستي غير الاعلام، انا دارسه التصميم الداخلي. دارسه تصميم داخلي. اوكي فلو ما في اعلام فايس بضل بلاين التصميم الداخلي لانه لي ستايل يعني جو الستايل ارتب الكنب يعني غرفتي لازم بالشهر لازم تتغير 1000 مره انه كستايل اقلها مثلا لو فازة غيرتها المهم يتغير. أوف. فلا بحب هاي الاشياء. طيب هلا رح نحطهم بالفرن على حرارة 180 لمدة نص ساعة. نص ساعة. طبعا بالرف الوسطاني. بحب احكي لكم انه رمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم صحة وعافية.